تعرضت روسيا لتسع ضربات تقريبا حسب المعلومات الواردة. تم تدمير فيها منظومات صواريخ لمضادة للطائرات أمريكية حسب ما ورد إلينا نوع هوك ومداها 25 كيلو. أيضا تدمير عدد من الرادارات. عدد من ضباط الأتراك لقوا مصارعهم في هذه الضربة وأيضا جنود وضباط. أيضا في هذه الضربة كانت منظومات الرادارات أيضا قد تم تدميرها. نعم. كانت ضربة موجعة فعلا. تركيا نقول لها ونكرر أن ليبيا ليست أي دولة أخرى، أن ليبيا تمثل عمق وأهمية في المنطقة كبيرة جدا، ولا يمكن أن يتصور الأتراك أنهم سيهنأوا، خصوصا بعد ما سمعناه من وزير الدفاع التركي وهو يتبجح ويردد أنه سيبقى في ليبيا للأبد. نقول له أن من سيبقى في ليبيا للأبد هم من سيموت من الجنود الأتراك والضباط الأتراك. هي تتوارد المعلومات وقيل أن أحد الذين لقوا مصارعهم في هذه الضربة قائد تركي مهم يسمى يوشار غولر، أعتقد أنه تردد اسمه كثيرا. أيضا عدد من القيادات الاستخباراتية التركية وأيضا عدد من الفنيين الذين قاموا بتركيب الأجهزة والمعدات وهم ممن يعول عليهم ويسمون أن يعني من ضمن قوة النخبة في الجيش التركي. كما قال مدير إدارة التوجيه المعنوي أن من يدير القرارات في المنطقة الغربية وطرابلس هم الغزاة الأتراك دون أي وجود للجانب الليبي، متسائلا عن سبب وجود قوات تركية مدججة بالسلاح والمعدات المتطورة داخل قاعدة عسكرية ليبية. ماذا يفعل الأتراك في قاعدة ليبية وقاعدة طبعا داخل الأراضي الليبية، وليبيا ليست جزء من تركيا، و في ظل هذا العالم الذي تغيرت فيه اللغة وأصبح لا يمكن القبول بلغة الاستعمار والغزو التي يرتهجها الأتراك الآن، والتي تضح فيها أن هناك طرف واحد في طرابلس هو الإرادة التركية والطرف التركي، لا يوجد أي صوت وطني حر ولا حقيقي يمثل الليبيين. في يعني تصوري أن ما يحصل الآن من احتلال لهذه المنطقة هو الذي يقاومه الجيش والشعب الليبي بالكامل، والذي هو حق طبيعي لنا في أن نقاتل من أجل أرضنا وأن نمنع الأتراك من أن يستبيحوها.